توضع الموازين وينادى على عبد عبده من متى؟ عند وضع الموازين منذ آدم، منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عبد مش اليوم بخمسين ألف سنة؟ فضلتك الصحف نشرت للناس كلها في الأحضار. لا خمسين ألف سنة. لا أنا ما أكلمك في دقائق. لا ده يوم بخمسين ألف سنة من هذه الأيام. وذاك إيه؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله ده احنا ايه عشتنا 100 سنة 200 سنة؟ نوح عاش 1000 وكم سنة ولا ايه ده؟ 950 سنة دعوة فقط. ساعة من النهار يتعارفون بينهم. زي كل ما قصدي بالنسبة للموقف نفسه قال ياه ده ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة واحدة. نعم. ينادى على فلان، فلان ابن فلان، ويقول الملك هذا فلان ابن فلان، من كان له عنده من مظلمة فليأتي. يا الله يأتي الغرماء بك. واحد يقول له أنت شفتني مظلوم ولم تنصرني، التالي يقول له أنت أكلت من حقي. سبحان الله، من أخذ يا من حقي الله. لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة، الإبرة والخيط. يا ربي يا ربي. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدق الله باخي. وأين غفرانه ورحمته؟ غفرانه ورحمته لمن قدم خيرا يا أخي. ده فيه متمردين يا مؤمن في كام واحد، كام مليار في العالم الآن يقولون أنت لست ربا وأنت وليس لنا رب والعياذ بالله. كام مليار؟ سلم يا رب. مليار. صحيح. من ينادي عليهم الملك بأولوية السن؟ لا 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 الله أعلم. ينادى يعني الأول فالأول. لا الله أعلم. الله لا الله أعلم. الله ينادى. المهم إحنا منتظرين إلى آخر واحد. الدور. يعني نرجع نسمع. والكل سيسمع على الملأ صوت وصورة وعارفين أن هذا فلان. لا إله إلا الله. طبعا. فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر. كل سجل مد البصر. بصر. بصر هو. شوف بصر. ووقتها أن ذاك سيكون البصر غير. أكثر حدة. فبصرك اليوم حديد. يعني وإن كان الحديد هو أن ترى الحقائق كما هي، لكن يعني هو مد البصر. لا حتى في الدنيا. يا مؤمن أنت لما. أقول لك شيء بسيط يا. لما تحب الإخوة ربنا يبارك لهم في الاستوديو لأن يفرغوا هذه الساعة التي تكلمنا فيها كلاما. نعم. عايزين 50-60 صفحة. صحيح. طيب صحيح. ترى متفرغ عمل 70 سنة. يا ربي يا ربي. حركة وذهابا وقياما ونوما وظلما وعدوانا وعبادة وتهجدا وبعدا عن الله وانحرافا ومجالس زور ومجالس خير، كل ده مكتوب. لكل واحد 99 سجلا باختلاف الأعمار. هذا عدد ثابت لجميع الناس. بخ. يقول عبدي اطلع. على ماذا؟ على السجلات. ويتركه حتى يطلع. طلع. يحتاج الى اعمار. يقول يا ربي انت لست بظلام للعبيد. العبد لا 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 الله يتودد. يتودد. يقول اقرا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عشان احكم. لا تظلم نفسك شيئا. ما فيش. قال فيطلع. يفضل يقلب الصفحات، يقلب الصفحات، يقلب الصفحات، فلا ينكر منها شيئا. احصاه الله ونسوه. سبحان الله. اطلعت يا عبدي؟ خلاص. يطلع العبد. يسأله ثلاثة أسئلة، كل سؤال أعجب من أخيه. الأول، عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يا ربي يا الله. يقول لا يا رب. لا يا رب. ينطق لا. السؤال الثاني، ألك حسنة مخفية؟ يعني الملائكة مثلا نسوا حسنة لم يكتبوها، يعني استثقلوا دمك مرة أو لا؟ يقول لا يا رب. لا، كل حسنة عملتها مكتوبة. السؤال الأعجب هو الثالث، ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا الله. الرسول قال هذا الصحابة ما تحمل. يا الله. أيقبل ربنا منا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. الله. لا إله إلا الله. بس السؤال. نعم. ما العذر؟ أي عذر؟ إيه؟ يقبل عذر إيه؟ الدنيا.
ايه العذر؟ ايه العذر؟ ولا عذر. هذه المصيبه. كنا مخدوعين. لا لا معلش، هو انت اللي خدعت روحك. يخادعون الله وهو خادع. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. كنت غافر قال لك ولا تكن من الغافلين. كنت ظالم قال لك اياك والظلم. حكمت بغير ما انزل الله قال لك انت والعياذ بالله يا كافر يا فاسق يا ظالم. لا عذر ابدا. ايه العذر؟ لا انا اصلا كنت بصراحه ما كانش عندي وقت للصلاه. لا انا ما قلتلكش تصلي 24 ساعه. قلنا لك كل كم ساعه قف كده صلي ركيعات. الدوام والعمل. لا 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 ما, 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 ما كلفناك فوق الطاقه. انشغلت صلي اجمع الصلوات على سفر واقصر في صلاه خوف. والله الصيام والله اعطيناك صحه ما عندك صحه قطع ابدي. الست كانت مرضعه وحامل ومال ومرضع وحامل تخرج تعوض تطلع فديه. والله اصل الحقيقه كان ابويا ترك سبب التركه وانا خفت الغريبه. اقول لا 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 ما فيش كلام ده طبعا. الظلم من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه بالجنه يوم القيامه. استفزني فقتلته. ما فيش بالكلام ده. انا حذرتك بالقتل ولا وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا متعمدا. ما فيش ممكن. حلت في عيني احدهن فجمعت. ما فيش الكلام ده. لا لا الكلام ده ما لازم. اعطيناك هذا واعطيناك وسائل الحلال كلها. انت اللي مشيت في طريق الحرام. اصل الاستثمار والبنوك ونقول له ما ينفعش الكلام. ما فيش عذر. ضروره العصر. ما فيش عصر ولا ظهر. ما فيش عصر ولا مغرب. هو خلاص العبد النفس الدنيه. ما فيش معليه. هو اللي دناها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت اعتمادك نفس طيبه فطره نقيه نجستها وغبرتها وقذرتها وانحرفت بها بعيدا عن جاده الطريق. فماذا تبغي منا اليوم؟ عايز ايه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب.